يا إله الكون إنا لك صنا وعلى رزقك أفطرنا وإنا يا إله الكون إنا لك صنا وعلى رزقك أفطرنا وإنا لصيام الغد يا رب نوينا فتقبل صومنا يا رب منا. يا إله الكون يا رب السماء خالق الإنسان من طين وماء يا إله الكون يا رب السماء خالق الإنسان من وما نجنا من كل كرب وبلاء واقبل التوبة منا واعف عنا وتقبل صومنا يا رب منا. يا إله الكون إنا لك صنا وعلى رزقك أفطرنا وإنا لصيام الغد يا رب نوينا فتقبل صومنا. شكرا شكرا لك، ابدعت اليوم المرشد رامز والفنان المبدع معنا اليوم.